الرابعة والنصف من مسائي هذا اليوم. على بركة الله تعلن انطلاقة الشوط السادس والخاص بالجعدان. الحجايج 4 كيلومترات هي المسافة المقررة. اذا على بركة الله مباشرة نسير الى الصدارة والى المقدمة والى المركز الاول. من في الصدارة وفي الانطلاق الاول من ياتينا هناك مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في هذه اللحظات القادمة بكل قوة بهذا الاداء الجميل. إذن هناك شاهين لسلطان بني الراح بن سالم الاكتبي هو في الصدارة في المركز الأول. النقلة مباشرة إلى ثاني المراكز والقادم في هذه اللحظات وصل 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 لافت مصبح بن عبيد بن علي الراشدي والمركز الثالث يصل شعار اليبهوني مع المركز الثالث هملول مبارك مسهيل اليبهوني يتواجد في المركز الثالث بينما المركز الرابع من الجانب الاخر والمتدخل في هذه اللحظات والقادم بكل قوة والذي وصل في هذه اللحظات اللي هو شاهين سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي وصل في هذه اللحظات ولكن الدخول من الاسم القادم الذي بدأ يتدخل ايضا من عمق الميدان وصل في هذه اللحظات مصيحان راشد بن عبد الله بن احمد المزروعي ولكن انتقل بدوري لياخذ المركز السادس في هذه اللحظات ظبيان سعيد بن راشد بن سعيد المزروعي على سادس المراكز والمركز السابع. هناك الدخول من المارد سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحيات على سابع المراكز والمركز الثامن الوصول من الطائر للسعيدي بن حمد بن الويهي الدرعي والمركز التاسع القادم ريمان ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي وصل في هذه اللحظات والمركز العاشر. من يا ترى القادم هناك شاهين محمد بن يميل الوهيبي وصل في هذه اللحظات. هذا هو ندانا الاول للعشر المراكز الاولى المتقدمة ولكن التغيير الذي طرى وجرى والتغيير ايضا معروف بالسرعة الفائقة في هذا السن وفي هذا المهرجان الغالي مهرجان قصر الحصن. اذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام اسير مباشرة الى الصدارة والى المقدمة غير 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 الصدارة سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي مع شاهين ولكن من القادم من المنطلق سمين خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي وصل في هذه اللحظات وغير غير الصدارة بدأ ينعطف هنا مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام. المركز الثاني وصل شاهين سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي والمركز الثالث هناك الطاير للسعيدي بن حمد بن الويهي الدرع يصل في هذه اللحظات على المركز الثالث والمركز الرابع. المنطلق في هذه اللحظات على رابع المراكز اللي هو وصل هناك شاهين سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي ولكن التغيير الذي جرى وطرى شديد ناصر بن محمد بن محمد بن غنام الهاملي وصل في هذه اللحظات والدخول من شرط محمد بن سهيل بن خيرات العامري. اعود الى الصدارة اعود الى مقدمة الشوط. بدأنا في هذا الكيلو الاخير نقترب من لافتة الخمس 100 متر النهائية ولكن ثمين على الصدارة ثمين على المركز الاول خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي ولكن الله الله الوهيبي قادم الوهيبي سعيد بن سليمان الوهيبي القادم مع شاهين بدأ ينطلق بدأ يندفع سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي بن غنام واصل بن غنام واصل ليقدم انطلاقة شديد ناصر بن محمد بن محمد بن غنام الهاملي الله 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 الله, الله. الاسم القادم اللي ما يبنى له طاري شيبوب سالم بن محمد بن ضبيعة ولكن اعود الى شديد غير الصدارة شديد على المركز الاول شديد على الانتقال الاول غير المركز الاول تهانينا والناموس لمالك شديد ناصر بن محمد بن محمد بن غانم بن غنام الهاملي على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول ما شاء الله تبارك الله. بينما هناك الدخول الجماعي واللي غير سعيد بن سليمان تهانينا والناموس لسعيد بن سليمان على هذا الفوز والانتصار بالمركز الاول. اذا شاهين هو من استطاع ان ينتزع سيارتي هذا الشوط ويهدي سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي هذا الفوز. المركز الثاني كان شديد ناصر بن محمد بن محمد بن غنم
حنام الهاملي، والمركز الثالث اللي وصل ايضا شعار بضبيعه مع شيبوبه سالم بن محمد بضبيعه الاكتبي. تهانينا والناموس، هكذا كانت الانطلاقه والمنافسه القويه حتى خط النهايه. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، اعود هنا بالتوقيت الزمني. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، في هذه الانطلاقات الجميله وفي هذا الاداء الجميل من خلال هذه المنافسه حتى خط النهايه، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا المنافسه هنا عبر سيده القنوات الرياضيه، ولكن استطاع شاهين ان يقطع المسافه في 6 دقائق ثانيه واحده وست اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس ايضا لسعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي على هذا الفوز شديد من حل ثانيا بست دقائق وسبع ثواني، 6 دقائق وثانيه واحده وسبع اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك شديد. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، احمد هناك مالك شديد المركز الثالث وصل شعار بضبيعة 6 دقائق ثانيتين 6 من الاجزاء. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.